القصص دي. انا بقى ما قبلتش ده، قلت له هجيب لك ابنك. عرفت الحرب على ايه؟ واتجوزت اللي اسمه وليد ورماها بعد شهرين زي الكلبه، وبرضه اتجوزته في بيت ابويا اللي انا بطرت منه. يلا يا عم محامي خلق، لو ذكر وصل صوتي يا معرس، يا معرس وصل صوتي بقى للناس عشان تعرف انت كنت بتكلم مدرسه محترمه مين. خلاص حسبي الله ونعم الوكيل. انا وعيالي في ايجار وهم في ملك ابويا، عماله تتجوز وتتطلق في ملك ابويا بحمايه امها، وسبحان الله الفلوس اللي خدوها بتتصرف مرض ولسه ما فاقوش مستكترين. يعني انا بعيد عنهم خالص، اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله والله لا اجيب لكم المحامي بتاعي. انا لو رفعت قضيه امي هتتحبس في اول جلسه، لانها عامله حاجات مخالفه للقانون من ورا ابويا تماما. ما قبلتش، قلت ربنا يعوض عليها ولا احبسها ولا احبسها. امي اللي بيتكلموا عليها دي عمرها ما حضنتني، عشان كده كنت جاي على محمد علي. خلونا بقى في القضيه، خلونا في القضيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا منتقم جبار، وانا واثق في ربنا برضو في النهايه. بس انا بقول لكم بقالي يومين، بصوا الغل بتاع البني ادم، الضغط بيوصل لايه. بقالي يومين بصحى بعمل بايدي كده بحلم ان انا عايز اقتلها. الضغط وحش والظلم وحش، الظلم فعلا وحش، ولما تبعد وتسيب الناس في حالها وما تسيبكش في حالك ده وحش، وبيخلي الواحد ممكن يخرج عن طوعه. ولكن ان شاء الله رب العالمين الواحد بيبص في بناته بيقول اصبر ان الله مع الصابرين. الفيديو اللي نزلته واضح جدا ان في واحد اتسحب وفي واحد اتحط، وانا كده مش فاهم حاجه. انا كده فعلا مش فاهم حاجه، مش عارف في ايه، مش متخيل ولا متصور في ايه، مش عارف. طب الناس دي واقفه عايزه محمد عادل يتعدم ازاي؟ هل الناس عارفه الكلام ده؟ هل الناس دي، ما هو الكلام ده مترتب. انا قلت من الاول توثيق هذه الجريمه مش طبيعي، توثيق هذه الجريمه مش طبيعي، تصوير هذه الجريمه مش طبيعي. طب الله، ودلوقتي بقى بعد ما ظهر الدليل ده، يعني الواد اتسحب وفي واد تاني، طب الناس دي هايجه وعايزه محمد عادل يتعدم ليه؟ هل هم مشاركين في الجريمه وعارفين كده؟ ولا هم واخدين الموضوع على اعصابهم؟ انا ما كنتش مصدق الكلام ده ايمان، عشان ما بقاش كانوا بيبعتوا لي القرعه ومش القرعه وبتاع، ولا ودن من طين ودن من عجين وماس فوق شيء اصلا. ده كان عندي. لكن يعني انا بستغرب بصراحه، بستغرب. يعني طب الناس دي عارفه؟ انا زهول يعني، الناس دي عارفه وتعمدت اعدم الولد؟ مين اللي رتب الكلام ده؟ السحب واضح جدا، عشان كده اتكلمت ما اقدرش. الواد اتسحب، في حد اتسحب وحد اتحط. وليه محمد عادل اعترف؟ لو افترضنا ان ده صح، طب ليه محمد عادل اعترف؟ الصراحة ده شغل عفاريت، الصراحة ده شغل عفاريت. وربنا يستر على البلد ويستر علينا ويثبتنا في عقولنا. وتقريبا خلاص احنا في زمن الفتن، تقريبا احنا في زمن الفتن، وفعلا الفتن هتزيد، فعلا الفتن هتزيد. فانا تعبان صراحة، بس انا ما اقدرش اشوف دليل زي واضح جدا ان في حد اتسحب. السؤال هنا، الناس اللي بتهاجمنا اللي عايزه تعمل محمد عادل، هم اللي مرتبين الجريمه ومصرين على اعدامه، ولا في ايه؟ طيب ما هو الجريمه دي معموله ليه بقى بالشكل ده؟ يعني يبقى جريمه سياسيه ما فيهاش هزار، يبقى جريمه سياسيه 100% دي بقى، زي ما بطيخه قالت في الاول، يبقى هي صح. بس مش قصة اخوان بقى، لان الجريمة نتيجتها ان فرنسا وانجلترا وكل الدول بره الاوروبية بتضغط على مصر، وبتضغط على القضاء المصري، بتضغط على الحكومة المصرية، وبتقول ان مصر غير امنة،
ويبقى التصوير ده اتعمل عشان كده، ملهاش هزار بقى، يعني مش قصه ولد بيحب بنت. يبقى انا صح، يبقى انا صح من الاول ان الجريمه دي سياسيه فعلا. انا من الاول قلت الكلام ده لما هي بطيخه قالت كده، قلت لها اه صح الجريمه سياسيه، بس مش اخوان، بس مش اخوان. السؤال هنا بقى، الناس اللي مقفول على النت وبيتكلموا في اعراضنا وبيجيبوا اسرارنا وبيجيبوا بيحاولوا يشوهونا، انتوا عارفين ان الواد ما قتلش وعايزين تعدموا الواد؟ ولا انتوا ايه مصيبتكم السودا دي على الصبح؟ انتوا ايه على الصبح؟ يعني انتوا فعلا متعاطفين متخيلين ان البيت الواد قتلها فمتعاطفين مع البيت، ولا تبقى المصيبه والكارثه اكبر ان انتوا عارفين ان الواد ما قتلش وعايزين تعدموا محمد عادل؟ عافيه، ردوا علينا بقى من غير هزار، شوفوا الفيديو اللي على الصفحه ده وقولوا لنا ايه رايكم. الناس بتاعت نيره، ماله الصوت يا جدعان؟ ما الصوت شغال، مالكم؟ قافل البث، قافل البث واروح. انا مش عارف فيه ايه، انا مش عارف اتكلم من تعليقاتكم. ناس بتتكلم سامعه وناس بتتكلم مش سامعه، انتوا ايه بالظبط؟ الله، انتوا عارفين الصوت بيقطع، يبقى خلاص انا هقفل البث، انا اسف هشيل البث ده خلاص، انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. واضح ان انا ايه يعني، ايه اليوزرات عندي بقت كلها عايزاني ما اتكلمش وخلاص. واضح كده، واضح ان اليوزرات بقت بتيجي ان عمرو الكاشف ما يتكلمش، فخلاص انا راجل عليا ضغط عصبي، وانا لا بطل ولا ظابط ولا هعرف احمي نفسي ولا اعرف، وهيقعدوا يرفعوا عليا قضايا وبتاع عشان ايه؟ عشان قضيه الدوله شايفاها وسايبانا. انا ماليش دعوه بالقصه دي خلاص. الصوت بيقطع ولا اي حاجه؟ الصوت وحش وبيقطع ولا اي حاجه؟ ولا تزعل نفسك يا عم، انا هسكت لك خالص، هسكت خالص، مش هتكلم، مش هفتح دين ام بقي خالص عشان تقعدوا تخيطوا البلد زي ما انتوا عايزين. مفيش مشاكل عشان تقعدوا تخيطوا في البلد وفي الشباب زي ما انتوا عايزين، هقفل دين ام بقي خالص عشان اريحكم واريح البلد واريح الاوساخ اللي في البلد. نقفل دين ام بقنا بقى، عشان كل شويه معرس يدخل يقول لي الصوت مش شغال، مش عارف ايه، يجيب سيره عيالي. انتوا عارفين على فكره ان الولد ما قتلش وعايزين تعدموه؟ اح مطلوب مننا نسكت كمان؟ لا، انتوا عارفين عشان كده بتهجموا علينا، عشان كده مش عايزيننا نتكلم، عشان كده عايزين تعدموا الولد بسرعه. انتوا عارفين، ما هو اي بني ادم عاقل عنده ضمير، اي بني ادم عاقل عنده ضمير لما يشوف الفيديو واضح ما ينكرش، يتراجع. لكن لا، هم التارجت ان محمد عادل يتعدم، التارجت ان محمد عادل يتعدم. في الاول كان تخيلي عشان الحقيقه، عشان الواد ما يقولش العيب، فانا مستني الحقيقه. لكن ده واضح، ده مين اللي بينزل الفيديوهات دي؟ مين اللي عايزنا على طول بنتخانق؟ مين اللي بيولع في دين ام البلد؟ انا مش فاهم يعني. الفيديوهات دي ما طلعتش من شهرين ثلاثة ليه؟ الفيديوهات دي جابوني، حد يجاوبني. الفيديوهات دي ما طلعتش من شهرين ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ فيديو المشرحة دلوقتي، فيديو محمد، طب عليا النعمة يا أهل نيالة دول خونة. واحبسوني بقى. والله أنتوا خونة. والله 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 أنتوا خونة. طب اقول لكم على حاجه، اقسم بالله نص اللي بيتكلموا غيري ما عدا بعض الناس، اقسم بالله بايعين ضمايرهم زي البيل اللي احنا ماشيين وراه بنحترمه، وامبارح طالع بيدافع عن محمود الطراس عشان هتلاقي اكرم هدده، بيسكت بيخاف من اكرم عشان اجيبها لكم على بلاطه. دول شويه انجاس عشان ما الكلام ده مش هيخش عليا، وهجبني طز فيكوا في اللي خلفوك. انت قاعد في السعوديه زي العرس هربان وقعدت تتوه في الناس، يا ولد يا شطه. انا نفسي قلبت عليك، بتدافع عن الطراز ليه؟ مين اللي في تربيه رياضيه؟ مين اللي في تربيه؟ التربيه الرياضيه في واحد بيعرج ورجليه مهوسه؟ خلاص اشتروك، اشتروا ذمتك زي احمد رجب، كله مشاهدات مشاهدات مشاهدات، كله مشاهدات. كل ما نحترم واحد في دين ابوكوا يطلع معرس؟ صح كده ولا شطا؟ صح؟ اكرم خوفك؟
ولا عمل فيك ايه عشان تغير رايك؟ انا ما قلتش انه الطراز، بس مش مسموح لك تتوه الناس. الطراز احد اللي موجودين، احد الموجودين تحت الشبهه.